وألح الرئيس على إدماج المجتمع المدني ومساعدته في تنظيم صفوفه كونه يعد الحليف الأول لاستقامة الدولة، داعيا إلى تشجيع وتسهيل كل الإجراءات أمام الجمعيات المدنية جهويا ووطنيا. ألح ثم ألح وألح للمرة الألف على إدماج المجتمع المدني ومساعدة المجتمع المدني في تنظيم صفوفه. إنه الحليف الأول لاستقامة الدولة. إذن أرجو منكم كل التشجيعات وكل التسهيلات وكل المساعدات للجمعيات المدنية التي تريد تنظيم نفسها بنفسها وخلق كل هيئات على مستوى الولاية وعلى مستوى الجهوي ولا حتى على مستوى الوطني.